السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم يا أبطال في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. ودرسنا اليوم بعنوان السيرك. هيا بنا يا أبطال في رحلتنا الجميلة مع درس السيرك. في البداية هنقرأ الدرس قراءة جيدة بطلاقة، وبعد كده هنتناول الدرس بالشرح والتحليل. يلا نقرأ مع بعض يا أبطال. أدهم صديقي منذ الصغر، نلعب معا كل يوم. أمس كان يوما جميلا، ذهبنا معا إلى السيرك مع أبي. شاهدنا عروض السيرك الممتعة، ضحكنا كثيرا مع المهرج. كان المهرج بارعا في تمثيل مواقف مختلفة، مرة يكون حزينا فيبكي، ومرة يكون فرحا فيضحك، ثم يمثل الغضب ويحمر وجهه. بعد العرض أخذنا صورة مع المهرج أنا وأدهم، قلنا لأبي شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع. بعد ما قرأنا الدرس يا أبطال قراءة جيدة وبطلاقة، يلا مع بعض نشوف الأسئلة والشرح على الدرس. أدهم صديقي منذ الصغر، نلعب معا كل يوم. يا ترى يا أبطال، تعال نسأل هنا في الفقرة دي شوية أسئلة. ماذا يفعل الصديقان كل يوم؟ يا ترى بيعملوا إيه مع بعض كل يوم الصديقان؟ بيعملوا إيه؟ يلعبان معا، أحسنتم. طيب بعد كده هسأل سؤال لما نقرأ الفقرة دي. أمس كان يوما جميلا، ذهبنا معا إلى السيرك مع أبي. طب يا ترى أين ذهب الصديقان؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا معا إلى السيرك، أحسنتم. طب يلا نقرأ الفقرة اللي بعدها. طب قبل ما نقرأ الفقرة هسأل هنا سؤال. طيب متى ذهبوا إلى السيرك؟ يا ترى متى ذهبوا إلى السيرك؟ أمس، أحسنتم. طيب نقرأ الفقرة اللي بعد كده. شاهدنا عروض السيرك الممتعة، ضحكنا كثيرا مع المهرج. يلا نسأل هنا سؤال، ماذا شاهد الصديقان؟ شاهدوا إيه؟ عروض السيرك الممتعة. طب يا ترى هل استمتع الصديقان بتلك العروض؟ هنجاوب بإيه يا أبطال؟ بنعم. طب إيه الدليل على إن هم استمتعوا؟ موجود عندنا هنا في العبارة بتقول إيه؟ ضحكنا كثيرا. إذن الضحك هنا بيدل على إنهم استمتعوا مع بعض في هذا اليوم. طيب يلا بينا نكمل. كان المهرج بارعا في تمثيل مواقف مختلفة. يا ترى يا أبطال مين يقول لي يعني إيه معنى كلمة بارع؟ يعني إيه بارع؟ فكروا كده معايا، يعني إيه بارع؟ ها؟ يعني ماهر، يعني ممتاز، يعني كان جيد، أحسنتم. طيب يلا نسأل سؤال، يلا نسأل سؤال. ما السؤال بيقول إيه؟ ما الذي برع فيه المهرج؟ يا ترى المهرج كان بارع في إيه؟ كان جيد في إيه؟ مين يقول لي؟ أكيد كلنا عرفنا لما جينا قرأنا مع بعض الفقرة. هنقول إيه؟ كان بارعا في تمثيل مواقف مختلفة. يبقى كان بارع في إيه؟ برع في التمثيل. طيب يا أبطال اللي بعد كده، مرة يكون حزينا فيبكي. شايفين المواقف؟ شايفين إزاي يا أبطال؟ هنا عندنا بيقولك مرة يكون حزينا فيبكي.
ده عندنا نسميه ايه؟ شعور، يعني كان بيمثل موقف ان هو مرة بيكون فيها حزين. طب والحزين بيعمل ايه؟ بيبكي. الحزين بيعمل ايه؟ بيبكي. طب ومرة تانية يكون فرحا فيضحك. المرة التانية مثل لنا دور ايه؟ ان هو كان فرحان. طب والفرحان على طول بايه؟ على طول بيضحك. طيب وعلى طول راح ممثل لنا دور ان هو غضبان. طب والغضبان بقى بيحصل له ايه؟ بيحصل له ايه؟ بيحمر وجهه. طب يلا ناخد سؤال، ايه هي ما هي المشاعر اللي موجودة عندنا في العبارة؟ يا ترى عندنا الحزن والفرح والغضب. الحزن والفرح زي ما اتفقنا قلنا بنسميهم ايه؟ بنسميهم مشاعر. طيب يلا نقرأ الفقرة اللي بعد كده. بعد العرض أخذنا صورة مع المهرج، أنا وأدهم قلنا لأبي شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع. طيب بعد ما شافوا عروض السيرك الممتعة مع المهرج عملوا ايه؟ ها يا ترى عملوا ايه؟ ماذا فعلوا مع المهرج؟ اخذوا صورة مع المهرج وقالوا ايه؟ ادهم صديقه قالوا ايه؟ شكروا مين؟ شكروا ابوهم وقالوا له شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع. احسنتوا. طب يلا نشوف مع بعض باقي الشرح. طيب باقي الشرح هنا هنشوف بعض المفرد، الكلمات اللي فيها مفرد وفيها جمع، وبعض الكلمات وعكسها. يلا مع بعض. المهرج بيمسي علينا، والمهرج التاني بيصبح علينا وبيقول لنا نضحك. ها يلا مع بعض. يلا عندنا هنا بعض الكلمات وعكسها والمفرد والجمع. طيب مين يقول لي يا أبطال كلمة جميلا عكسها ايه؟ يعني ضدها ايه؟ قبيحا. احسنتم. كثيرا قليلا. مختلفا حاجة مختلفة عكسها ايه؟ متشابهة. احسنتم. طيب حد حزين عكسه ايه؟ فرح. طيب اليوم بيقولك كان ممتع عكسه ايه؟ ممل. طيب شعور عندنا بيقول ان هو يبكي عكسه ايه؟ يضحك. احسنت. طيب يلا يا ابطال مين يقول لي مفرد صديقي؟ ها جمع صديقي عفوا اصدقائي. احسنتم. طيب جمع يوم ايام موقف مواقف. احسنتم. يلا بينا نحل مع بعض الأنشطة بعد ما استمتعنا بالقصة وعرفنا الشرح وبعض الأسئلة. يلا بينا نحل الأنشطة اللي موجودة في كتاب الوزارة. وبعد ما هنشوف الأنشطة هنستمع إلى القصة مرة أخرى. أول نشاط عندنا في صفحة 111 في كتاب الوزارة بيقول ايه؟ صل الشعور بالصورة المناسبة. اول حاجة بيقول ايه؟ يكون حزينا فيبكي، وفرحا فيضحك، وغاضبا ويحمر وجهه. طيب اول كلمة عندنا بيقول يكون حزينا فيبكي، يا ترى فين الصورة اللي بتدل على انه حزين وهيبكي؟ ها احسنتم. تاني صورة. طيب بارعا عفوا وفرحا فيضحك. احسنتم. اول صورة برافو. طيب وغاضبا ويحمر وجهه، الصورة الاخيرة. احسنتم. طيب النشاط الثاني، ضع وجها ضاحكا امام الصورة الصحيحة. يلا نحط وجه ضاحك امام الصورة الصحيحة بعد ما نقرأ هذه الفقرة. أدهم صديقي منذ الصغر، يا ترى أدهم صديقي منذ الصغر وبيلعبوا مع بعض، أنهي صورة يا ترى؟ أحسنتم. الصورة الثانية،
طيب ذهبنا معا إلى السيرك مع أبي. يا ترى فين الصورة اللي بتدل على أنهم ذهبوا إلى السيرك مع أبي؟ الصورة الأولى، أحسنتم. طيب النشاط الثالث بيقول لنا اكتب الشعور تحت الصورة. إحنا خدنا مشاعر في القصة، مرة فرحا ومرة حزينا ومرة غاضبا. طيب أول صورة هتدل على شعور إيه؟ ها، إن هو كان إيه؟ فرح، أحسنتم. طيب الصورة الثانية تدل على إنه إيه؟ كان حزين. طب والصورة الثالثة تدل على إنه كان إيه؟ غاضب، أحسنتم. طيب يلا نحل مع بعض. الصفحة رقم 112 في كتاب الوزارة، النشاط الرابع بيقول لك اختر الكلمة المناسبة الموجودة في القصة. يلا نقرأ مع بعض. كان المهرج فراغ، يا ترى كان شاربا في تمثيل مواقف مختلفة. طيب كان المهرج بارعا في تمثيل مواقف مختلفة، ولا كان المهرج نائما في تمثيل مواقف مختلفة؟ أحسنتم، كان بارعا في تمثيل مواقف مختلفة. طيب رقم 2، بعد العرض أخذنا يا ترى إيه؟ طعاما مع المهرج، ولا هدية مع المهرج، ولا صورة مع المهرج؟ صورة مع المهرج، أحسنتم. طيب يلا النشاط رقم 5 بيقول لك رتب الكلمات لتصف الصورة. طبعا احنا متعودين ان احنا قبل ما نرتب الكلمات نعمل ايه؟ ها، نقرأ الكلمات اولا. طيب يلا، كان يوما امس جميلا. يلا اول حاجة هنحط ايه؟ هنحط ايه اول حاجة؟ هنقول امس كان يوما جميلا. يلا مع بعض، احسنتم. طيب الصورة الثانية، صورة المهرج مع أخذنا. يا ترى أول حاجة هنقول إيه؟ أخذنا، أحسنتم، صورة مع المهرج. طيب النشاط السادس بيقول لنا إيه؟ ارسم مكانا زرته مع صديقك وكيف قضيت اليوم فيه. يعني مثلا أنت رحت دلوقتي مثلا مع صديقك المكتبة، هترسم المكتبة مثلا، أو رحت الحديقة ولعبت مع بعض في الزحاليق والمراجيح، أو رحنا مثلا مع بعض البحر، أو رحنا مع بعض النادي ولعبنا في حمام السباحة. ارسم لي خلاص وقول لي أنت قضيت اليوم ده إزاي. أنا مثلا قضيت اليوم دوت في عيد ميلاد مع أصدقائي، وكان يوم جميل جدا جدا جدا. طيب يا أصدقاء يلا تعالوا مع بعض نسمع القصة مرة أخرى. يلا بينا. يلا بينا. السر أدهم صديقي منذ الصغر، نلعب معا كل يوم. أمس كان يوما جميلا، ذهبنا معا إلى السيرك مع أبي، شاهدنا عروض السيرك الممتعة، ضحكنا كثيرا مع المهرج. كان المهرج بارعا في تمثيل مواقف مختلفة، مرة يكون حزينا فيبكي، ومرة يكون فرحا فيضحك، ثم يمثل الغضب ويحمر وجهه. بعد العرض أخذنا صورة مع المهرج. أنا وأدهم قلنا لأبي شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع. طيب بعد ما سمعنا القصة يلا تعالوا أقول لكم الواجب بتاعنا إيه يا ترى؟ يا ترى الواجب هيكون إيه بتاعنا؟ طيب الواجب بتاعنا عندنا في البوكلت هيكون صفحة رقم 24. طيب الصفحة دي هو ده الواجب بتاعنا، وكمان هنكتب 3 أسطر من درس السيرك غير الثلاث أسطر اللي احنا هنتملهم. يعني احنا لو كتبنا الصفحة الأولانية في درس السيرك في كتاب الوزارة 3 أسطر، هنتملى الصفحة اللي بعدها 3 أسطر التانيين، وده هيكون الواجب بتاعنا. أتمنى ان كنتوا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.